وسهلا. يا ربي يفضلك يعيشك. وانت كيف كيف زاده مدير المسرح البلدي، ونعرفوا عاد تو في ظل المهرجانات تنقص الخدمه في المسرح البلدي ولا في الصيف اكثر وقت؟ هي يسكر معناها كعروض، لكن عندك التحضيرات وكل الصيانه وكل حاجات، وعندنا العروض الصيفيه اللي نحن بينا بالصيفه الثانيه الفنان نبداو نتجولوا ان شاء الله. تري بيان، ربي يوفقكم. دونك تو نحكيو بعد باكثر تفاصيل، نبداو باول فقره، فقره الفار. اول فار ناخذوه من عند مريم عبيتي. اش عامل الفار؟ انا الكليب عرضني على الفيسبوك نتاع وسيم العياشي، مزيان برشا باش تشوفوه، حاجه جديده وتحفونا. ماما قداش نعاني، ماما قداش نعاني، ماما قداش نعاني، والشكوى لربي العالي. بالله يا طير الحومة سلم لي على الفطومة، بالله يا طير الحومة سلم لي على فطومة، والطفلة مغرومة والشفا مرجالي. ماما قداش نعاني، ماما قداش نعاني. هذا كليب وسيم عياشي، دونك ضرب بالقداية لغتنا احنا عرضك في السوشيال ميديا، هو عامل نسب مشاهدة محترمة. تحية ليه وسيم العياشي. نمشي توا للفار تاع طارق شقرون. مرحبا بكم، ان شاء الله نعديو سهرية طيبة كالعادة، وان شاء الله مجموعي في الخير. واليوم حبيت نحكي على موضوع الفار يخص الحرب على المياه. وتاريخيا كان كنا نحكيو على حرب الوجود وجدانية الإنسانية، وبعد حكينا على حرب الطاقة، وبعد جات حرب اللي يكسب المعلومة، واليوم خاصة في تونس وفي العالم يخص حرب على المياه. والحمد لله فضل من عند ربي تم فتح محطة تحلية المياه بصفاقس في شهر جوان، نعمة من عند الله باش تحل مشكلة المنطقة، خاطر منطقة صفاقس تحية ليهم كانت تعاني برشا وعانات ولليوم تعاني، سكر الماء حل الماء، دونك هذه وضعية تخص ولاية صفاقس، تحية ليهم نعاود نأكد. وإن شاء الله في القريب العاجل باش تحل محطة تحلية المياه بالمهدية وسوسة. بالنسبة للمهدية في إطار الدراسة، وسوسة إن شاء الله في شهر نوفمبر القادم تم افتتاح. معلومة مهمة، اليوم محطة تحلية المياه صفاقس عندها اون كادونس دو برودكسيون 100,000 متر كوب، معناتها ما شاء الله، وبروشينمون باش توصل حتى ل 200,000. هذا أرقام طيبة اللي هي تغطي نسبة كبيرة من ولايات حتى الأجوار. وهذا ان شاء الله ما يكون كان خير، وان شاء الله ربي يبدل الاوقات بخير وما يكون كان خير ان شاء الله. عبد الجليل الفار. يعطيك الصحة طارق، دونك حكي على حاجة باهية نعلق عليك، باش تمس زوز ملايين ساكن في الجنوب ككل، مازالوا زوز محطات في الجنوب، ثم واحدة باش تمشي للزراعات أساسا، لأنه قاعدين نعملوا في لي كرون سيرفاس تاع الأجرونومي. فار اليوم تذكر مايس الأسبوع الفارط كيف طالبنا وكيف حكينا وقت على الأغنية الوترية، قلنا راي الأزمة أزمة ذوق، دونك ما تنجم أنت ترتقي بالذوق إلا ما يكون الإنسان متشبع بالثقافة وبكل أنواع الفنون. تأكدنا أنه بعيد الثورة أنه الشعب التونسي على مستوى الذوق نتاعه أكثر أخواء من فؤادي أمي موسى، مشى يعني فئة مشات الانحراف وفئة مشات الإرهاب، لأنه ما فماش توازن ثقافي توازن ذوقي. اكتشفت الدولة والحمد لله أنه هذا يعني يعود إلى غياب تدريس الفنون الجميلة في المعاهد وفي الكليات. تم الإقرار رسميا بتعميم تدريس كل الفنون الجميلة بالمعاهد بل وبعث بكالوريا فنون. نقول الفنون الجميلة الرسم والموسيقى والسينما والمسرح وما إلى ذلك، هكا من الصغرى الشريحة العمرية صغيرة تتعبى بأبجديات الفعل الثقافي، وقتها تولي تذوق وتفرق بين الغث والسمين. ما عادش تمشي كالداس الدهماء تسمع أغنية ولا قطعة فنية أو تسيترا رديئة تقبل عليها بتعالة الاكتشاف، لا، تو باش يكون الاختيار ما قبلي، الاختيار مبني على قاعدة ثقافية متينة. تري بيان، مينا اش عندك؟ أنا اليوم اخترتش نحكي لكم على زوز أنواع من المشاهير، مشاهير اللي يخليوا حياتهم شخصية ويوريوا حياتهم الشخصية، ومن بعديك يتقلقوا من السبين والشتم والانتقادات نتاع العبيد، والمشاهير الآخرين اللي ما يوريوش حياتهم الشخصية
مالغري تو معناتها هما ديما ثم تنمر وفي فما معناتها شتم وكل، مي باقل الاذرع النوع الاوليني اللي نهار كامل معناتها يوري فينا في كل شيء، نعيشوا معاه لحظه بلحظه، ولادو صغارو راجلو دارو شنو ياكل شنو يعمل، هذوما عبيد بالحق معناتها توا كيوريوهم با اكزومبل حياتهم الشخصيه، وريو معناتها نشوفوا احنا في كل شيء، من بعد يتقلقوا من التنمر ويتقلقوا من السب ويتقلقوا من الشتم، ميم حتى الكلام الباهي، تقول لك انا علاش شو مدخلكم انتم تخرج ما تخسر علينا، كان شو مدخلكم وعلاش تشتموا وعلاش تسبوا. هو اون فيت توا ناخذوا مثلا من المشاهير معناتها توا نانسي عجرم با اكزومبل كيف توري صغارها وتوري حياتها الشخصيه وكل شيء متحمله النقد، وكانت معناتها قدها الحكايه هذيا، تو مثلا ياخذوا في تصاور بناتها ويتنمروا عليها ويقولوا مثلا شوفوا نانسي كيفاش كانت معناتها جونغ على بنتها معناتها كيفاش هي، فما عملت برشا عمليه تجميل وهي مالغري تو قاعده معناتها ديفونسي وقاعده ساكته وقاعده معناتها مستحمله هذيك الشهره معناتها بحاجتها الباهيه بحاجتها الخايبه. وفما الاخرين زيد معناتها فما مشاهير تختار انها ما توريش باغ اكزومبل الفي بريفي نتاعها، انت كي توري مثلا معناتها ما تتحملش مسؤوليه الشخص هذيك باش يسالك يقول لك عليه معناتها اش بيشعرك هكا وشنو انت تتقلق، ما تتقلقش عادي على خاطر هي شنو هي اون فيت كيما الشمعة، الشمعة معناتها ناخذوا احنا شمعة ونشعلوها بالنار ونغطيوها بيدينا، انت كي نحيت اليدين نتاعك معناها باش يهب عليها هواء تطفى، كيف كيف معناتها الفي بريفي نتاعك اي هواء باش يجيك من الكونتر الاخر والا من الجانب الاخر يلزمك تتحمله. انا باغ اكزومبل ما حياتي الشخصيه مثلا على ريزو سوسيو ما نهبطهاش ما نحكيش عليها، وحتى حد ما نسمح له باش يدخل فيا معناتها، حتى كي يجيني سؤال نقول له واش مدخلك كاريمون، خاطر انا في الانستغرام نتاعي ما عرفتلكش حياتي الشخصيه بخيتو دونك كرام عزوز مثلا انت من المشاهير اللي تواري حياتك الشخصيه اصلا ماكش ناشط هالي حتى على السوشيال ميديا برشا. انا بالنسبه لي بالحق معناها مساله متعلقه بالشخص، معناها انت في علاقه مع الاخر شنو هي اللي تحب تقدم له؟ اش تحب توريه؟ فكلها مساله متاع تحديد انت شنو؟ معناها اللي يعتبر روحه مثلا يقدم في بضاعه وانه على قدر ما يهتموا العباد بضاعته تتباع اكثر، فشوية ذكاء انك تتحمل كل شيء، انك معناها تكون ذكي تعرف ايش تقدم وايش ما تقدمش، ما تخليش روحك انه الهواء هو اللي يهزك، لانه ثم ناس حتى تتصنع عرض حاجات زعما شخصيه وهو يصنع في بوز كبير ويتقرا معناها يتقرا معناها سي اساليب نتاع دعايه جديده. فخلي روحك اما خليك كلاسيكي عادي ويكون اعمالك هي اللي تحكي عليك، اذا دخلت في العالم الاخر يلزم تكون عندك عباره صريحه انك تتحمل تتقبل. ما يسمى في الظاهره نتاع الانفصال كثرت معناتها تو كيما نقولوا انت انستغراموز ولا انفلونسوز ولا مشهور ولا حاجه، جينيرالمون نشوفوا فيهم اللي هبطوا في تصاورهم معناتها اون كوبل معناتها كلهم انفصلوا ولا بريسك باش ينفصلوا ولا اللي ماشي على باش ينفصل زيد معناتها نسبه قليله اللي قاعده محافظه معناتها على الاسره هذيك، خاطر هذيك حاجه مقدسه. اون توكا انتم كان تحبوا تحافظوا على استقرار الاسره نتاعكم وكل العين حق الحصد حق خبيوا حياتكم الشخصيه. من الطرائف في السياق هذايا بايجاز فنان، انا في بدايه المهنيه كرام فنان عرس جاب لنا تصاور عرسه كل بعد كي طلق كتبت انا طلق جعمل انا عرعور يا اخي عرسك للملاء وتلاقيك ليه ما هذيك حياه خاصه وهذيك حياه خاصه عندي دو، يا تختار هذا الطريق وتتحمل تداعياته يا تختار هذا الطريق ايضا تتحمل نتائجه الايجابيه. هي اي نمشيو للفار تاع الشباب. انا باش نحكي لكم اليوم على نسبه الطلاق اللي ارتفعت برشا في بلادنا واسبابها سورتو. نسبه الطلاق ولات ما لا تطاق في تونس، ونسبه العنوسه فاتت عن الدنيا الكل. بنقولوا تأخر في الزواج مش تأخر في الزواج، لكن هو عنوس نحب ولا نكره هو عنوس. إيه كلمة بالنسبة لي أنا ما خايفة. أنا تعجبني. حطينا الزواج تتعادى في التلفز. والله كي نجيو نشوفوا نلقاو برشا نسبة كبيرة من اللي طلقوا وانفصلوا السبب الرئيسي يرجع للعائلات. ديما العائلات يكونوا هما السبب.
كان من عائلة الزوج ولا الزوجة راه. وتلقى الراجل ما عنده شخصية ولا المرأة ما عندها شخصية، هذاك يأثر عليها وهذاك يأثر عليها. ماذا بينا نفيقوا شوية، واللي يختار راجل ولا مرأة يعرف على شنو هو قادم ويعرف يقرر حياته وحده، مش لازم باش يدخل حياته الشخصية فيها الناس الكل. مش لازم، صحيح أمك ولا أختك ولا أخوك ينصحك أي، لكن ما نجمش يكون في بلاصتك، ما نجمش يعيش معها. فمش كان العائلة، فما عدة عوامل. عدة عوامل، لكن أكثر فما عوامل حتى اقتصادية اليوم مادية ما عادش خالطين، لكن أكثر عامل فما كيف زادة يعني برشا عوامل. هاو مثلا عبد الجليل ماشي من قبل ما يسمعك بنصايحك ما عرفتش أحسن على المعجبات نتاعي بس ما ينتحرس عليه كما انتحر على عبد الحليم. تعقيبا على اللي قالته مريم، احنا في تونس في السنه عندنا 134 الف قضيه طلاق. اي باه انت خايف لا تولي من ما شاء الله. شكون اسهل حاجه عندي تطلق بالعد ولا كل شيء سهل عندي؟ من سبيك توا معاك الاسباب باهي مكتوب نقول مكتوب خايف اي مكتوب خايف على عنيفه العذاره عشت قصه عنيفه كل لا تبي الفشل خايف من النفقه خايف من النفقه فوالا ولا ندفع فرق حتى كان طلق سيد ما درسي لك في قلبه فوالا ثم قوانين في تونس فيها تشجع على الطلاق من حيث لا تعلم. حكايه النفقه تشجع على الطلاق، حكايه النفقه تشجع على الطلاق. مش تشجع هذيك تضمن حق من حق الزوجه حق المرأة او حق الاطفال. ما لا هو يجيب ويخلي الرسول عليه السلام قال الزواج تكافؤ. كنقولوا تكافؤ يجب تعميم هذه المفرده، تكافؤ اجتماعي ثقافي بالاخص اخلاقي مهني. اذا كان ما توفرش هذه الاشياء سيختل التوازن والنتيجه باش تكون يعني الطلاق. باهي الطلاق ابغض الحلال عند الله، مشكله مش غادي، مشكله في تداعياتك الصغار. انا المجتمع اللي باش تخلقه من بعد، مجتمع باش تخلق ناس غير متوازنه، النتائج نشوفوا فيها تو السلبيه في المجتمع التونسي وفي الشارع التونسي الاكثريه نتاعها متاتن من برشا حوايج عوامل نتاع الطلاق. وانا خدمت برشا محكمه وشفت ونلقى ناس مسيبه لانه لا الام مش موجوده او الاب مش موجود. لا مش نقول لك حاجه، مثلا ده يقول توازن والصغار كمال كي اللي بغي ومدري شنو، لا فما ابو ام مرات يطلقوا في المصلحه نتاع صغارهم، خاطر نهار كيما هما يتنقروا في الدار، نهار كيما العاملين لهم مش توازن. السيباراسيون كيف تصير يولي الصغير متوازن على الاخر ويولي فرحان مش نورمال، خاطر باش يشوف امه ويشوف بو اما في بيئه سليمه. فهمت؟ معناتها مش ديما خايب. لا لونتير ماهوش باش يطلع متوازن. لا والله لا، لا كي بدا يشوف في امه وبوه عايش مش متوازن. لا لونتير ماهوش باش يكون متوازن. اما خير ولا تكون ينقلك نهار كامل كون ينقلك. اللي بابا شبيه ماهوش في الدار. باش يطلع معقد بسيكوبات اكثر من اللي هو باش يكون معقد. باش يطلع معقد بطريقه اخرى لونتير. تاكدي من الشيء. المراحل العمريه نتاع الانسان تتطلب في لحظه ما وجود الام ووجود الاب. صح. اقرا عقده الكترا وعقده اوديت. اي لا ما يتلقاوش هما باش يقعدوا. تفهم الاشياء هذه. اي هما باش يقعدوا زوج اما في بيئه سليمه. واضح اما بالحق بالنسبه خلينا نسمع مفزعه خايبه اكثر من خايبه برشا. رانا الدوله الاولى عربيا في نسبه طلاق. رانا الاولى الدوله الاولى عربيا في 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 اشياء عندها تداعيات بطلاق واحد يستحي انه يجبدها. المجتمع مختل جدا، المجتمع التونسي يجب اعاده تفكير اجتماعي في كيفيه اعاده صياغه هذا المجتمع. خاطر سارجي في الطلاق، هو الطلاق هي نتيجه علاقه، والعلاقه ما تتبنى العلاقه الزوجيه الا ثم فتره خطوبه. نرجع تاريخيا انه الخطوبه فتره الخطوبه قبل كانت حتى في المعاملات وفي التاريخ تكون فتره الخطوبه سنه لسنه ونص توصل حتى سنتين. معناتها بامور عقلانيه طول. في هذه في معناتها في تربيتنا وفي ثقافتنا الاجتماعيه. اليوم تلقى ناس تعرس بالفيسبوك، مش ضد الفيسبوك، ثم علاقه زوجيه ونجحت بالفيسبوك، هذا ما يعنيش معناتها كلها هي نجاح ديما نسبي. طبعا لكن هنا الاشكال معناتها الزواج هو سيتا معناتها الطلاق مع لازم ثم ثوابت الاصل. انا كي قلت توازن فكري فكري مادي تكافؤ فكري نقصد هكا عملية تسمى
بيريد اوف كورتينغ بالانجلي. اوكي. ياخذوا بيريود باش يفهموا فكر بعضها بالاساس وعادات وتقاليد بعضها. هيك علاش هم قبل ساعه قبل كانوا الزواج كانوا مثلا جهه نابل يتزوجوا مع بعضهم، جهه صفاقس يتزوجوا مع بعضهم. اي اي كانت ماخذه تقليديه يعني. يعطيك الصحه لهنا اليوم الانفتاح عنده الايجابيات نتاعو اكيد جدا، لكن زاد عنده سلبيات. ثم السلبيه اللي يحكي فيها. موضوع يا راهو باش تقعد تحكيوا فيه حلقه كامله، نخرجوا فاصل ونرجعوا. نحكيو على ام اي تي، نستقبلوا مع بعضنا رياض مديوني مدير الكليه المتوسطيه الخاصه للعلوم الاعلاميه والتصرف بتونس. مرحبا. شكرا. اهلا وسهلا ميسا. اهلا وسهلا. ومعنا سحر حميد اللي هي باثه ووكيله مدرسه ذا بريتش سكول. اهلا وسهلا. مرحبا ميسا، ميرسي على الانفيتاسيون. سحر كان تعرفنا بروحك. سحر حميد متحصله على الاستاذيه في الاعلاميه. بديت مسيرتي المهنيه من 2012 في التعليم كمدرسه، ثم كمتفقدة لمعلمي أقسام التحضيري، ثم كمديرة فرع، ثم بعث مدارس ذا بريتش سكول ذا بريتش مع شريكتي مدام مريم خلف الله نوجه لها تحية. بعد ذلك ولدت رئيسة الغرفة الجهوية لأصحاب الهياكل الخاصة بنابل، وعضو ممبر أكتيف في الأسوسياسيون انترناسيونال إنروين نابل. مرحبا. ما شاء الله من سيرة. دونك باش تستفد فما افتتاح المدرسة جديدة ذا بريتش سكول في بني خيار، على أي أساس اخترتوا بني خيار؟ دراسة المشروع كانت دراسة دقيقة من حيث موقع المدرسة في بني خيار باش يكون أقرب نقطة لدار شعبان نابل معمورة قربة بني خيار بيان سور، وفن ترونسبور منطقة هادئة وجميلة. نوجه تحية لأهالي بني خيار. تحية اليوم أنا بنت بني خيار. دونك وقتاش لوفيرتور؟ لوفيرتور إن شاء الله باش تكون في أوائل شهر أوت. سيتم الإعلان معناتها على التاريخ على مواقع، على صفحات في المواقع الاجتماعي نتاعنا الكل. انتظرونا بيانتو يعني في أوت. من توا الانسكريبسيون هي أوفيرت ديجا مفتوحة للجميع، وعندنا أوفر دو بيانفوني اللي يجي بحذينا مرحبا بيه من هنا حتى لو 15 اوت، من موعد بث هذه الحلقه حتى لو 15 اوت عندنا اوفر سبيسيال دو بيانفوني. ان شاء الله باش نفرحوا بيها ان شاء الله. دونك بروفيتي توا تنجموا تمشيو تعملوا لاسكريبسيون وتهزوا صغيراتكم. هوني قول قايل شنو اللي يميز المدرسه نتاعكم على باقي المدارس الخاصه؟ مدرستنا فيها برشا مميزات ديجا انسبيري من انجح المنظومات التعليميه في العالم. خذينا احسن ما فما اميلونج من احسن ما فما ايكول سون كارتابل اي سون دوفوار على ميزون بالنسبه لتلاميذ السنه الاولى والسنه الثانيه، اي ابارتير من السنه الثالثه صغيرنا يولي اوتونوم فات الفاز دانتيغراسيون واللي هو عنده دوفوار على ميزون في الدار يخدمهم. بيان سور فما سويفي عند لي بارون، عندهم بلاتفورم في تليفون في تليفوناتهم يتبع صغيره كل يوم شنو خدم شنو لي دوفوار على ميزون اللي عنده. اذا فما لفت نظر بيان سور، اذا فما موتيفاسيون زاد نثمنوا مجهودات الصغير يوصل له كل شيء بالبلاتفورم. ليكول نتاعنا نخدموا ياسر على السيكوريتي. الكادر نتاعنا كله ايكيبي بالكاميرا دو سورفيونس مع لي سورفيون موجودين. كادر ايدوكاتيف تري بروفيسيونيل وديما قاعد يتكون بصفه مستمره. وعلى راسهم مدير بيداغوجي 35 سنه خبره في الارشاد. نقطه اخرى مهمه على الاخر اللي احنا عندنا بسيكولوج في ليكول نتاعنا متواجدة بصفة دائمة لتأطير التلاميذ وأولياء التلاميذ. باهي برشا. فما مشروع روضة؟ أي مشروع روضة في سنة 2024-2025 ذا بريتش كيس باش يكون في جاسما بحدا كلوب ميد بالطبيعة الافتتاح نتاعو السنة. أي إن شاء الله عام الجاي 2025-2026 باش نحلوا كوليج في بني خيار. ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقكم. باهي رياض مديوني، خلينا نحكيو على الام اي تي تونس لي فورماسيون الموجودين شنو؟ نعاود نشكرك على الدعوه. دونك مش المره الاولى نجي وحدك باش نحكيو على الام اي تي فرع مون بليزير. اول حاجه الكليه المتوسطيه الخاصه للعلوم الاعلاميه والاقتصاد والتصرف بتونس العاصمه
دونك ابتدت مسيرتها معناها منذ سنين، وبالتالي وجودنا في التعليم العالي الخاص ما كانش من عدم منذ البداية، على أساس أنه انبعاثنا كان معناها بالتنسيق مع الشبكة الأورو متوسطية للبحث العلمي في علوم الاقتصاد والتصرف اللي فرحة في باريس فرنسا. وبالتالي كان إيمال معناها الإيمال آمنا منذ البداية بأنه المسيرة راح تكون ثرية، وبالتالي كان من الواجب أنه يكون عندنا برامج تلبي ما يطلب سوق الشغل، تلبي احتياجات الطلبة مهما كانت جنسياتهم، مع العلم اللي احنا مؤسسة جامعية تفتح أبوابها للطالب التونسي وطالب جنوب الصحراء، وبالتالي عندنا انفتاح وطني وعلى مستوى انترناسيونال، وبالتالي هذا يخلق نوع من الثراء على مستوى التكوين والمستوى البرامج اللي نطلبوها سنويا عند تجديد البرامج. وبالتالي احنا المؤسسة متاعنا توفر اختصاصات كثيرة، نجم نلقاها على موقع المؤسسة www.mit-monplaisir.tn فرع مون بليزير، نلقاو علوم التصرف في جميع فروعه، المالية، إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية، التسويق، كيف كيف نلقاو الإعلامية في اختصاصين، إعلامية القرار وهندسة البرمجيات ونظم المعلومات، فما العلوم الاقتصادية حاضر على مستوى الإجازات كيف كيف، والماجستير في ثلاث اختصاصات او ثلاث فروع معناها اللي هم علوم الاقتصاد وعلوم التصرف والاعلاميه. ولي بورس كيف كيف لي ستاج توفرين؟ الخصوصيه نتاع المؤسسه نتاعنا موجوده في النقاط هذوما اللي اثرتهم انت، وبالتالي تعرف اللي المنافسه موجوده في التعليم العالي الخاص، وبالتالي اللي يخليك تبرز واللي يخليك تواصل هو الاستثناء اللي تنجم انت تخلقه بالشراكات اللي انت قادر تمضيها مع شريك من المؤسسه او شريك معناها من المحيط الجامعي، ليوفر التربص، ليوفر الامكانيه الطالب انه تكون فتره التكوين نتاعو سليمه وكامله معناها بالتربص. كيف كيف المؤسسه نتاعنا تطرح تعطي دي بورس ديكسيلونس بالنسبه للطلبه المتميزين سواء توانسه والا طلبه اجانب. كيف كيف في الاطار هذا المؤسسة متاعنا تعاون الطلبة، خاصة الطلبة التوانسة اللي عندهم معناها صعوبة باش يخلصوا معالم دراستهم، بالتالي احنا نطرحوا تسهيلات معناها في إطار معناها المنح هذه، دونك نطرحوا حتى نجموا نأجلوا الدفعات الدفع معناها في لأشهر أو حتى لسنوات. وبالتالي احنا كمؤسسة احنا مدركين إلى معناها حساسية الوضع على عديد المستويات. فيما يخص التكوين، برامجنا تكون حديثة قريبة ياسر من سوق الشغل، معناها كيل في ابخي لي زيتود، دونك هذا هو الكيستيون معناها يسألوا الطالب نتاعنا اللي هو بحول الله إطار المستقبل. كيف كيف حياتنا الجامعية ثرية، لا في ستودونتين هي الكمالة نتاع الفورماسيون، تكوين الطالب. احنا بزنس سكول، وبالتالي بزنس سكول باش تكون معناها الليدر، باش تكون لو ديريكتور، باش تكون المانجر، دونك وبالتالي احنا واعيين اللي شخصيه الطالب تبنى في جانب اخر من خلال معناها ثراء الحياه الطلابيه اللي موجوده في المؤسسه. توا ليزانسكريبسيون ما دونك اللي يحب يعمل انسكريبسيون اي لوفرتور ديزانسكريبسيون او تيتر دو لاني 2024-2025، دونك مفتوح الترسيم. وقايم مع خصوصيه زاده في الترسيم اللي فما تسهيلات، معناها فما تخفيضات استثنائيه لطلبتنا اللي هما باش يرسموا في شهر جويليه في شهر 7، فما تخفيضات توصل حتى ل 20% وتاخير في الدفع يوصل حتى لسته اشهر. وبالتالي معناها في نفس السياق نحب نهني الحاصلين على شهاده البكالوريا على طريقك انت ميسا، نقوموا بدعوتهم باش يحضروا الايام المفتوحه اللي موجوده بالمجمع المتوسطي بجميع كلياته وجميع المؤسسات اللي فيه، وناكدوا لهم اللي احنا باش نكونوا حاضرين في الليفوار الكل، باش نكونوا قراب منهم، وخاصة الأولياء يكونوا حاضرين باش ياخذوا فكرة على البرامج وآفاق البرامج هذه في فترة لاحقة. واضح، دونك اللي يحب يتصل بكم بطبيعة لي كوردوني الكل موجودين أسفل الشاشة. شكرا ليك، يعطيك الصحة. شكرا ليك رياض مديوني، ميرسي بوكو سحار حمايد، يعطيك الصحة. دونك كانت هذه ام اي تي. الو 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 يا عمري وينك. جيت كاملين معاكم سهريتنا لليلة، ونمشي وطور فقرة جاوب مينا.
الو مينا اليوم شكون اخترت؟ كرونيكوس مريم شابة مريم لازم نفرحوا بها مادي بعد باجيت ربي يقدر الخير ايوه ان شاء الله تكون اسئله لطيفه والله لطيفه على الاخر الطف حاجه في لي زامبي منع الضيف معناها سي كرام عزوز منع صحه ليك باهي انت تو كنت تحكي لنا على الطلاق وانت ما شاء الله عندك معناها تجارب اكثر من زوز معناها تجارب فاشله وكل كي انت اللي معناتها تعطي في دي كونسي وكل علاش ما نجحتش الزواج نتاعك شوف اولا انا ماذا بيا ما نحكيش فيها حياتي الخاصه لكن بس باش نجاوبك على الموضوع هذا انا وقت اللي تزوجت ولقيت روحي ما نجمش نكمل طلقت سهل برشا ما عنديش صغار ما عنديش صغار ما عنديش صغار نبقى حره طليقه ما عندكش صغار حياتك الشخصيه نحترموها فوالا الحمد لله توا زواجي ناجح ولاباس و... ما تخممش يا ربي يعني عبد الجليل عبد الجليل هي معناتها ثلاثه مرات وانت حتى انت لو ما تخممش ما تخممش تعمل تعرس رابع مره وتسكر الكوليكسيون تولي هكا اربع مرجلين والله ايش باش نقول لك بور لو مومون مازال فما حتى شيء اما ربي يسهل في اللي في اللي فيه ان شاء الله مانيش نخمم اذا كان فما حاجه هكا قد المقام علاش لا فما سفير دوله عربيه كان كل يوم يجي يسهر ويقعد معناها ويتفرج فيك وكل وصل هديلك معناها برشا كادوات غالية حتى وصل شالك كرهبة وعرض عليك الزواج وانت رفضت. اي جبت الموضوع هذا. نعم تسالوني كل واحد يقول منين جبته هكاك نسكروا برنامج جاوب مين. قول لي وين تغني خلوا غادي نجي. لا تعرف مش عنده الموضوع هذا نعتبروا به حد حد. الموضوع هذا في الامارات وصحيح. انت كنت مقيمة يعني في الامارات. كنت في دبي. وكان يجي الغادي بالحق نغني جمعة خميس وجمعة كل جمعة غادي السيد كان كل يوم بالحق كل جمعة نلقاه موجود ما نعرفوش أنا خاطر أنا ما هما غادي في الإمارات ما هوش كيما الخدمة متاعنا في تونس احنا لهنا مثلا أنا نخدم في بلاصة دونك كان غادي في بلاصتي هذيك البرة لا في الإمارات كيفاش متعات حفلات هو شهر هذايا يقولك معناها البروغراماسيون نتاعك الكل، شهر هذايا في اللوتيل هذايا شهر يعني مرة في العين، مرة في راس الخيمة، مرة في أبو ظبي، مرة في دبي، فالسيد أنا ما نعرفوش. نمشي للعين نلقاه موجود، نمشي راس الخيمة كيف كيف، أبو ظبي كيف كيف، دبي كيف كيف. من اليوم تعاد حفلت نتاعك. يعني ما خديتوش راك أمورك مريقلة. برمجة ويسبق. أنا وقتها متزوجة أول حاجة. طلقتي. لا هذا مشكل آخرين. هو خذيت هي رجعت معناها اصلا هي في وقت غير مناسب صحيت جاني في وقت غير مناسب ارجع لها ارجع لها توا تاخذك على ثمانتي انا وجيب لي كربه فخمه وحاجه اخرى هو متزوج اصلا وما عنده ما 40 ساعة لا يا اختي انا هما 40 ساعة وانت 4 رجال انا ب 10 توا انت روحت بريود الكورونا لتونس ودخلت في ديبرسيون السبب نتاعها بوك الله يرحمه كيفاش عشتها وشنو صار بالضبط؟ تعبت برشا في الوقت هذاك تعرفش معناه انا كنت نخدم في تونس قبل ما نطلع الامارات ووقت اللي خرجت وكل ما شاء الله وقفت على ساقية وبديت نخدم بالقدي الحمد لله ديجا وقتها جات الكورونا وقت اللي جيت باش نروح ساعة بابا توفى الله يرحمه في الكورونا عندي كي توا نهار 18 فيفري الله يرحمه يعيشك وقت اللي جيت باش نروح كلمتهم قلت لهم معناها راني سيبان كلمت متعات الحفلات قلت له راني باش نروح ما نجمش قال لي مريم راي كورونا قلت له ما يهمنيش لازمني نروح انت وقتها حتى معناها طيران ما فماش فماش حتى كيفاش نروح حتى كيفاش ندور اربع مطارات تحطيت في سيتياسيون اني نختار يا نكمل اللي مشيت فيه يا نخسر كل شيء خاطر سوفي روحت وقتها الله اعلم وقتاش تحل المطارات والدنيا وقتاش باش نرجع وقتاش فهمتني يعني كنت مجبوره باش نختار يا مستقبلي يا اني نروح وروحت الحمد لله مستقبلك ضاع لا ما ضاعش الحمد لله انا في بلادي يوم فانت كونت الحمد لله ما ضاعش
جاتك برشا عروض باش ترجع لدبي وتخدم في دبي وانت رفضت. علاش؟ علاش؟ خاطر كنت خايفة من تليفون يجيني نفس التليفون اللي جاني وانا لبرا وقتها. انا بابا كي توفى الله يرحمه توفى بالكانسير. الله يرحمه. وديجا عندي شكون توا في العائلة مريض بنفس المرض. ربي يشفي. ديما نخاف من التليفون هذاك نخاف منه برشا. حسب معلوماتي اللي انت اليوم ممنوعة باش تدخل الامارات بسبب مدير اعمالك. ليه؟ توا نوريك لي كونفرساسيون عادي. ما مش صحيح الكلام هذا بالعكس. علاقتك مع مدير عمالك قبل مريقلة؟ على الاخر ولي هذه ساعة يكلم فيا وارجع يا مريم واتو ماما قلت لهم نرجع باش نخدم باش نقعد شهر اثنين ثلاثة اي اما باش نبقى نعيش الغادي ونولي مقيمة غادي ما نجمش. اولا حياتي العائلية ما تسمح ليش ظروفي العائلية ما تسمحش ما نجمش خلي راجلي ونمشي وهو خدمته لهنا ودنيته لهنا ما نجمش. اول حاجة. وثاني حاجة انا ساعات نحس روحي وليت كومبلكسي ديما نخاف ماك التليفون اللي جاني وقتها في وقت هذاك. انا عندي معلومات شكون الفنانه المغربيه اللي عملت لك مشاكل وحابه تعرق لك المسيره نتاعك؟ شوف تسميها عادي رولا الوادي حابه تعرق لك مسيرتك. عملتهم الكل الكل للي شيء انه هما المغاربه غادي يميحوا للمصاره اكثر واحنا التوانسه سامحوني في الكلمه حتى هو الناس كل ما شاء الله الامه العربيه الكل بقدرنا ومحلينا لكن التوانسه بصفه عامه بصفه خاصه الناس كل تحبنا اي بلاصه تمشي لها عنا قدرنا اكثر من الناس كل. اي يوني احكي على تجربتك الخاصه ما تحكيش على التوانسه. كانوا يحبوني اكثر وكانوا يتلهوا بيا اكثر. ايوه علاش عرفت لك السماسير تتغير منك؟ صحيت للي شيء. انت ازين منها مثلا؟ انا ديجا اصغر منها هي مماتي. دونك خاطرها يعني كبيرة. وانا الحمد لله يعني ما عنيش عامله حتى عمليه حتى حاجه هي راهي تنفخ منها تنقص منها تفش منها. وما مزيانه. لكن زين مش طبيعي. مش مشكل. تحيه ليها شو اسمها رولا. رولا الوادي. كيف كيف مع فنانة جزائرية طلعت باش تغني معاها طردتك من الحفلة نتاعها ما خلتكش تغني؟ لا مش طلعت باش نغني معاها فنانة جزائرية وي ديجا في تونس هي مغاربة وجزائرية زوج عندهم مشكلة. انا ما عنديش معاها مشكلة وهي كان سوء تفاهم صارت مشكلة لكن بعد كي وضحنا الامور صار سوء تفاهم. كيفاش؟ هي اسمها مريم جزائرية تحية لها مش عيوني 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 اي فوالا. وانا وقتها كيف روحت من الامارات وانا كنت نخدم اللون الراي برشا خاطر برشا ناس حبوني في الراي فناخو برشا ناخو عرب نخدم معناها ما شاء الله خدمت او ما روحت خدمت بالكدا في العرب سورتو اني كنت نخدم نسكن في سوسه مقيمه في سوسه وكل فكنت معناتها نجم ديبلاسي ونخدم وكل. سمعت وانه فما واحده اسمها شابه مريم تاخو في عرب وتخدم قالت هذه مشي في بالها انه هي تاخو في انه انا ناخو في عربن باسمها هي. فهمتني؟ ما تشبوش لبعضكم بس. ما نشبوش لبعضنا بالكل هي تغني كانت زيري انا نخدم دبكه ونخدم تونسي ونخدم ما شاء الله معناها نخدم كل شيء هي ليه معناها انا كي نكون متواجده في 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 حفله في عرس في حاجه نغني كل شيء هي ليه مربوطه في ستيل معين. وقتها انت خير منها هبطت انا فيديو قلت لها عايش اختي ثبت روحك واعرف شنو تحكي وكل وكانك انت ناقصه عربون ولا حاجه ما يسالش انا نعطيك من عندي الحمد لله مازلت صغيره وعليا الطلب ومستعده نعطيك عربون اثنين ثلاثه ما اي اليوم معناها تصالحت ما تقبلنيش اي اليوم معناها ما فهمت حتى شيء مثلا هكا تحيه ليها فما شيء تحيه لمريم والله نعرفها هنا تقدم لها التحيه. صحيح اللي انت كنت تخدم رقاصه في مطعم قبل ما تولي فنانه؟ ليه مش صحيح بل ما تولي مغنية يعني. ليه ما كنتش يعني هو حتى الرقص فن. هو الرقص ليه ما قلتش حاجة ما قلت ليه مش صحيح. المغنيات كانوا رقصات سميانا خبر. ليه ليه هوش صحيح أنا قبل بون قريت كوافير بهي وخذيت شهادة على مي تخصصت في الميك اب لكن خدمت سيرفوس وقتاش وقت اللي طلقت تلاقي ثاني
الاول والثاني طب انت مركزه مع لو انت انت بالسؤال هذا ولا باللول والثاني وقتاش خدمت وقت اللي طلقت طلاقه ثاني حبيت نعمل على روحي وحبيت نقف وحدي على ساقيه نخدم وحدي نعمل كل شيء وحدي وقتها ما زلت ما قريتش الكوافير دخلت نخدم سيرفوس شويه بشويه فما شكون سمعني شيخ عليا علمني نغني يرحم والدي وتحيه لي نادر جورج اما كنتش نخدم من غادي ولا معناها مشيت تغني يعني حكايه الرقص ولا غير مش صحيحه ما خدمتش رقص ليه ما خدمتش رقصه انت عندك 6 سنين ولا 7 سنين في الميدان يعني وكل شيء وتغني وكل اما ما ماتش حتى انت ايش خاص ليك اسكو حسب ما تحكي قلت ميسوره ولابسه عليك لا ما الحمد لله مش لاباس عليا معناها انت ما عندكش فلوس وقل من الناس ايه ما عندكش فلوس باش تنتج ولا باش تعمل غنيه ولا لا باش نقول لك علاش خاطر ما زلت مانيش راكزه اول حاجه ثاني حاجه نحب نهار اللي نخدم حاجه نلقى اغنيه انا نحبها في ستيل متاعي شوف انا فنانه في لافان اذا ما حسيتش اغنيه وشخت عليها انا قبل ما نعطيها للناس تسمعها راني ما نجمش نعطي الجمهور حاجه يكسبتها وانا ما زلت ما كسبتهاش معناها مش مشكله فلوس ما عندكش ليه مش موضوع فلوس ليه ماكش قاعده ما عندكش شكون يكتب لك ولا انت ماكش قاعده تكتب ما ليه مش موضوع مش فلوس والدليل على هذا انه انا نهار اللي لقيت شكون كتب لي وعمل لي الحاجه اللي انا نحبها واللي انا شيخه فيها وممكن حسيت روحي انه العباد تقبلها خدمت واللي هي باش تتعدى اليوم ان شاء الله حصريا معانا او الانتاج خاص بها وعلى فكره هذا ثاني لكن الاول ما كتبش وما سهلش خاطر سجلت وكل في الامارات مع شركه الميلودي الحسين ديب سوري تحيه ليه بالمناسبه هذه ما هبطتش للسوق خاطر بحكم انه انا روحت ما كملتش الخدمه ما بي انت عليه اليوم ما تحبش تخدم في العروسات وفي الحفلات الخاصه أنا ما عنديش مشكلة في الحفلات الخاصة ولا في العروسات نخدم لكن أول حاجة أكثر حاجة متعبتني أنه أنا بعيدة أنت؟ بعيدة أنا نخدم في جربة وجربة الجنوب يعني أنا مثلا كم بيش يجيني عرس في تونس وبعده يجيني في 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 جرجيس مثلا صفرة دونك البعد هو اللي يخليك ما عادش تغني في العروسات مش ما عادش نغني اما نحاول ما ناخذ ما نتعبش روحي برشا علاش؟ خاطر اولا انا نخدم انا توا عندي 3 سنين نخدم في جربه موجوده غادي اجور دونك نهار اللي انا باش ناخذ خدمه لبرا ولا حاجه راهو على حساب خدمتي هذيك اون فان كونت هو فهمناك يعطيك الصحة بعيدة شكرا على صراحتك يعطيك الصحة بارك الله كان بيبي جاوب مينا ضيفنا وسام شرطي رئيس مدير عام المركب النموذجي نور للتكوين المهني وتكوين الاطارات بالمهديه مرحبا بك. بك عايشك شكرا على الاستضافه. عايشك مرحبا. بارك الله فيكم ونشكر جميع الحاضرين لهنا زادة. دونك اليوم باش نحكيو على ايكول بيلوت نور، ساعه وقتاش تاسست الايكول هذايا؟ سمعت لي باش تحتفلوا قريبا بعيد ميلاد ما نعرفش رقم قداه، دونك احكي لي على التأسيس من الأول. المدرسة النموذجية نور التكوين المهني بالمهدية هو بالأساس هي مركب نموذجي كامل متعدد الاختصاصات والمهن، وكذلك يعنى بتكوين الإطارات في مجال السياحة والفندقة ومجال تكوين الإطارات شبه الطبية في اختصاص المعالجة بالمياه. واخيرا وليس اخرا تحصلنا على الموافقه في تنشيط رياض الاطفال ومربي الطفوله الاولى ومبكره، بالتالي المستويات معناها تختلف حسب مثلا المتحصلين على البكالوريا غير المتحصلين على البكالوريا، شهاده مؤهل تقني مهني، مؤهل تقني سامي، شهاده الكفاءه المهنيه، معناها المركب هو متعدد كما قلنا الاختصاصات والمهن والشعب، نجد السياحه والفندقه تسكي شهيد المنظرة في السياحة والفندقة نلقاو تقني الاستقبال وتقني سامي استقبال
سواء كان شهادة مؤهل تقني مهني اللي هي بريفي دي تكنيسيان بروفيسيونيل ديبلوم او بريفي دي تكنيسيان سوبيريور اللي هما واخدين البكالوريا بنجاح بي تي بي بي تي اس. كذلك في السياحه نجدوا سي ا بي شهاده كفاءه المهنيه عون مطبخ ومرطبات، وهي شهادة منظرة ومصنفة على المستوى الوطني على المستوى الثالث من الصنف من السلم الوطني. كذلك عندنا تكوين إطارات الطفولة ورياض الأطفال شهادة مؤهل تقني مهني بالنسبة للمستوى بكالوريا غير منهات، ينجم يلتحقوا بالمركب النموذجي أو بالأحرى باللوبيان معروفة لوبيان اللي هي ليكول بيلوت نور. الانستيتيو هذه توفر خدمات كبيرة وتخدم حسب مقاييس وشروط حسب كرة الشروط الجديدة في رياض الأطفال، نعرف ميدان الطفولة، بالتالي احنا مختصين في الميدان هذا ونستجي وإن شاء الله يا ربي معناها عنا تو الدفعة الرابعة وفي عيد ميلادنا 16 نحتفلوا بتخرج الدفعة الرابعة سواء كان منشطات رياض الأطفال أو مديرات رياض الأطفال. لكن التسمية هي في وزارة التكوين المهني مشكورة والأخيان اللي هما ديما يساندوا ويرافقوا ويحيطوا بنا، أنه التسمية مربي طفولة أولى ومبكرة بالنسبة للحاملي شهيد الباك اللي يقراوا عامين ويتخرجوا حاملي بي تي اس بريفي دي تكنيسيان سوبيريور. بالنسبة كما قلنا للمستوى الثاني ثانية ومنهات فما فوق منشطات رياض الأطفال، لكن ما يعنيش أختي ميسة أنه الشهيد المنظرة هذه اللي تأتي بمقتضى قرار ومصنفة ومعناها موجودة في الرائد الرسمي التونسي تصدر بالرائد الرسمي تخضع لتجديد كل 5 سنوات وكذلك تخضع لقوانين وإجراءات وتدابير جارية بالعمل. مثلا أنا ما عندوش بكالوريا وخدي البي تي بي عبارة خدي الباك ونجح بالباك وهذا مصادق عليه ويرتقي الى السلم الاعلى، ينجم يولي من مربيته من منشطه روضه اطفال تولي مديره روضه بعد عامين اخرين بي تي اس مربي طفوله اولى ومبكره. عندنا كذلك تكوين مهني في الاختصاصات الواعده، احنا ما نختصروش كان على الشهيد الوطنيه والشهيد المنظره، عندنا تكوين في عديد الاختصاصات وهي اختصاصات واعده ويلزم ان الاوان وهذه بدون أي شك، والعالم هذه معناها متغيرات وتحولات على المستوى الوطني أو العالمي، اليد العاملة المختصة أصبحت مطلوبة وبشكل كبير ولا تستهان به، بالتالي مش كان حاملي الشهادات العليا عندهم حظوظ باش يلتحقوا معناها بالمستوى العالي ولا الجامعات، احنا نوفروا جميع الاختصاصات متوفرة وجميع الشعب وجميع الأعمار وجميع المستويات. بالنسبة للمجال مثلا الاختصاصات اللي نوفروها كاختصاصات هذه واعده وكما قلنا مطلوبه، حلاقه وتجميل عندنا ما شاء الله بروموسيون توا رقم 9 تتخرج، عندنا حلاقه رجال، عندنا توسكي تجهيز حراري وصحي اللي هي بلغتنا المعروفه والمتداوله بلومبيري بلومبي اللي هي الميدان هذايا تجهيز حراري لانستالاتور ترميكي سانيتير سامحني على التسميه اون فرونسي، سي تان ديبلوم معترف به شهادة ختم التكوين المهني، وعندنا مساعد مجهز حراري وصحي، والحقيقة يا رب ميك الحمد عملناه الدفعة توا الخامسة وزاد فما تكفل من الدولة، معناها المستويات والشريحة العمرية هذه والفئة في العمر اللي هي من 7 أساسي فما فوق أو 6 ابتدائي تنجم تقرأ شهادة مهارة اللي هي تعملت في سك التكوين والدولة هي اللي شجعت، والتلميذ يجيب كان نسخة من الشهادة المدرسية يثبت مستوى سادس ابتدائي وياخذ شهادة المهارة في 6 أشهر فقط. واضح. دونك هذا الكل موجود في ايكول بيلوت نور، الانسكريبسيون ديما موجودين والدورات ديما موجودين. الدورات ديما موجودين لكن كما قلنا نخضع للقوانين والتدابير جاري بها العمل من بمقتضى معناها عندنا مرسوم وعندنا إدارة تفتح أبوابها للترسيم كل سنة ابتداء من شهر أكتوبر من سبتمبر، ما يعنيش أنه توا السنة مفتوحة، الترسيم مفتوح والمجال للسنة الدراسية والجامعية 2024 بعدكم تقبلوا أعداد معين. والله طاقة الاستيعاب والحمد لله يا ربي لنا من مركب النموذجي معروف ومتعدد الاختصاصات، هو يشمل 7 طوابق على مساحة 1400 متر مربع، 7 طوابق كل طابق أول أو ثاني أو ثالث كل طابق فيه اختصاص باش نميزوا ما بين إطارات الطفولة ومديرة الروضة عندهم طابق خاص، مطبخ ومرطبات شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة ختم التكوين عندهم كل المطبخ والاختصاص يعني بالتالي كل واحد باش لل
المكان بالضبط اعطيني الادريس وطريقه الاتصال بالطبيعه المعطيات الكل نلقاهم اسفل. ترسيم والتسجيل مفتوح بالمركب النموذجي نور للتكوين المهني وتكوين الاطارات، مفترق برج عريف، طريق تونس، طريق المستشفى الجامعي طاهر صفر معروف، مهديه معناها مدينه المهديه، المهديه الفاطميه، العاصمه المعروفه معناها مهديه. ان شاء الله يا رب تزوروني وتنوروا وتشرفونا وتشوفوا بالحق على عين المكان، وهذا شرف انكم تزوروا. وراهو بالحق يلزمنا نعرفوا بالهياكل التكوين، ويعطيكم الصحه انتم اعطيتونا الفرصه، وبالاختصاصات راهو مئات الالاف من التلاميذ المنقطعين على الدراسه اللي عندهم يا اختيار يا التكوين المهني وحمل شهاده معترف بها وينجم يفتح بها افاق وكما يقولوا يبني مستقبله، يا ضياع والحرقه واتسيتيرا وحاجات. شكرا لك، يعطيك الصحه. رقم الهاتف كان أيوة. سمحت 73671 بالنسبه اللي يحب يرسمه، مفتوح الترسيم كما قلنا. فما وثائق اداريه، فما نسهلوا فيها كذلك بمناسبه احتفالنا بعيد ميلادنا 16. الترسيم والتسجيل مفتوح اضافه الى الركوب والنقل والتنقل المجاني والمبيتات. عملنا كونفونسيون اخرين مع مبيتات قريبه باش اللي يجونا الحقيقه من كامل ربوع من الجمهوريه كل يقاو السكن شبه المجاني، والنقل هذاك على حسابنا الخاص هذيك زدناها اليوم باش نسهلوا كل شيء. شكرا ليك، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. كانت هذه ايكول بيلوت نور. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، نشوفوا تسويت للو ديبا. في لو ديبا باش نحكيو اليوم على تاريخ الوان منشوف في تونس، باش نحكيو على سيطرته في وقت من الاوقات على المسارح التونسيه، ولا جمهور كبير يدخل ويقبل على الوان منشوف. فما اللي صنفوا المسرح التجاري، فما اللي يقول لك العكس، فما اللي يقول لك فيه صحيح جانب تجاري ولكن موجود الجانب الابداعي. عديد من النقاط باش نتحطوا فيها اليوم. حضور ضيفنا كرام عزوز، مرحبا بك من جديد. خلينا نبداو اول حاجه بالتواريخ ديما معاك. دونك تاريخ الوان مانشو في تونس، وقتاش بدا الوان مانشو تقريبا؟ بدا الوان مانشو ما نجموش نفس الوان مانشو على المسرح الاخر ابوبري ابوبري في بدايه التسعينات. الوقت هذا معناه الجمهور يتوافد على أول من عمل وان مانشو هو نور الدين بن عزيزه، رجل ضرير الله يرحمه. الله يرحمه. مسرحيه كتدوير تربيع والتدوير. تربيع والتدوير، أول واحد عمل وان مانشو، ومن بعد جت تجارب أخرى أعتقد، لكن تلصق أكثر مع لمين نهدي. هي التجربة الحقيقية الكبيرة هي مع لميت معناها التربية والتدوير نور الدين عزيزة، لكن سبقت تجربة أخرى اللي هي جوجول، معناها الرأس، معناها النص عالمي خدموا عليه عبد المطلب الزعزاع الله يرحمه. الله يرحمه. خدم عليه معناها في تاريخ المسرح التونسي عبد الغني بن طارة الله يرحمه. الله يرحمه. خدمه وخدموا في فترة من فترات كمال تويتي بعنوان مرياح وقت إخراج طارق بن عبد الله. هذه تجارب سابقة لتجربة نور الدين عزيز. تجارب لأنه نور الدين أواخر السبعينات، معناها مرياح شفناها في الخمس سبعين ستة وسبعين معناها. وين نشوفها؟ أما 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 تعرف كمسرح إكرام تقريبا بعد مع نور الدين جات من بعد شوية تجارب متناثرة. ربما المسرح الجاد برشا ما عندهوش اقبال جماهيري، فهمني؟ لصقت اكثر واحد في لمين في سردوك الرئيس. هي منطلق نتاع نجاح جماهيري كبير كانت مع صار لمين. بالمكي وزكي. المكي وزكي. هو للتاريخ سي با سولمون لمين. معناها كتابات منصف ذويب هذا المخرج السينمائي رجل المسرح اللي خدم هم عملوا مع بعضهم برشا تجارب من عرب. أي. لكن الاهم هو ربما الوان مانشو تاع سردوك الريشو بعد ليله على دليله. اي دونك من غاديك تقريبا بدات ثقافه الوان مانشو تخرج. بي. اما انا نقول حاجه هنا كرام ولا ميسا، انه اعتقد انه واحد ما يوصل يعمل تجربه الوان مانشو الا ما تكون عنده كثافه ورصيد مهني كبير برشا.
حتى يجرؤ على أداء عديد الأدوار بشخصية الفرد الواحد. المسرح المسرحية الأولى متاع الأمين فيها 46 شخصية. يعني من ليس من الهيني أنك تأدي 46 شخصية كومبري الحيوانات وصوت المرأة على اختلافه والرجل على اختلافه وليسيت على اختلافه. دونك كانت عنده لمين اللي متشبع أعتقد بالمسرح من أيامات مسرح الكيف كركر في تاريخ كبير وراه. أيضا ثم بن يغلين رؤوف نعبر ولا ما نعبرش مثلا فوالا مثلا ونعبر ولا ما نعبرش. لكن اول تجربه مسرحيه فيها 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 السكر فيها ببليك عملتها اعتقد ليلى الشابي مرأة في حمام الرجال اللي هي خدمه مع محمد مش هي اول مرأة ماهيش هي ناجي الورغي اول مرأة عملت وان مان شو اما هي عملت الوان مان شو الشعبي فود فيلم فود فيلم. اما الازمه وين هنا؟ انه كل من هب ودب وعمل اربع نكت ولا يعمل في الوان مانشو يعتقدون انه الوان مانشو هو سرد لنكت يعني استمعها في احد الحانات او الان ياخذوا فيها من الفيسبوك. اي ولا وحاجه اخرى زياده ما نمشيوش للحكم ثم حكم اخلاقي قعد لاصق فينا. النجاح الجماهيري يعني التجاري لا راهي راه التجاري ايضا هو كانت سبب في بداية الستينات لكن نتمناو أن أعمالنا المسرحية الكل يكون فيها هالمعادلة اللي تصنع نوع من الربح المادي مش نجم تعيش التجارب. لا يلزم تلقى ميسة في تجربة مسرحية يقول لك موغل في التجريد وأنا ما نحبش نجيب ببليك لأنه أنا خطابي نخبوي. أنت خطاب العمل لديك شكون عامله الببليك ماذا بيك تعمل هذه المعادلة بين ما هو التجاري ما هو فن. خلينا في الوان مان شو كراب. بعدين ظهرت توليفة أعتقد أنه للتتويه اللي هي ما يمكن تسميته بستانداب. يعني يقول لك هذا مش مسرح هذا ستانداب هذه مواقف ضحكة نقولها ونمشي. أوكي خليه ستانداب لكن لا يجب أن نطلق عليه مفردة مسرح لأنه المسرحية هي خرافة. ثم عرض الأحداث ثم تسلسل الأحداث توصل الى العقده ثم الحل. هذا اعتقد اللي ورثناه حتى من عهد ديونوزوس في المسرح الاغريقي. بي. المشكله تو انه مازال ما عمل حتى شيء ما عندوش ربع تجربه. تعدى عمل خمسه ست سكتشات في برامج تلفزيه تلقاه عامل وان مان شو يعلم الله كيف صغر. هوني نسال كرام عزوز هل انه الوان مان شو في حد ذاته انت تحكي تاع ستاند اب وغيره الوان مان شو في مقومات المسرح؟ هو لوان مانشو أصله المونودرام الضحك معناها مكتمل بقصته بفابلو بحكايته بكل شيء. نحن الإشكال اللي صار خصوصا في تونس أنه معناش مصطلح لزوموريست لأنه كيقول لك فكاهي يتقلق. عندنا في فرنسا مثلا كي تقول معناها اسماعيل هوموريست ثاني هوموريست والضحاك زي معناها لي زوموريست عندهم لي سبيكتاكل نتاعهم مختلفه عنده عرضه الكامل ويقدم روحه اون طونك هوموريست. نحن المونولوجيست بكري كان الهادي السملالي كان صالح الخميسي كان ناس متحمله انها تقدم عروض كوميديه موسيقيه بدون ادعاء انهم رجالات مسرح. نحن اختلطت الحابل بالنابل هالصورتين ما بين انه ساعة لساعة يجيك يقول لك عندي ولدي ولا ولد خويا يهزوا معاكم المسرح. علاش؟ شيطان برشا كاننا نحن شوطن ما تنجم تعمل مسرح. لو بلو تيميد بيرسون دون لا في هو الممثل هو اللي يلزمه يتخبى ورا شخصية ورا حكاية باش ينجم تشوفه في صورة غير اللي تتوقعها. معناها في الحياة العامة كي يعرض كمال تويتي تقول يا شبيهك مختلف كل معناها سي راهو التمثيل حكاية أخرى. انيموريست معناها زاد شكل آخر. نحن وليت شكون يجيب بيبليك ولا المسرح يتغشش لأنه هذاك اللي عمل وان مان شو جاه جمهور. إذا عنده جمهور مبروك عليه. أنت راجع نفسك ساعات يقول لك لا ما نحبش نهبط المستوى الجمهور أما
اما مستوى عندك حتى تقييم اخلاقي تو عندك اي اكرام. عندك جمهور ينجم يكون استاذ جامعي فوالا وانت ماكش قاري حتى الثالث الثانوي من بعد تقول لي ما نهبطش المستوى الجمهور وفي الاخر هو اللي تكون يخدم معني يزمك تراجع نفسك ساعات انا اقول لهم كي نبدا نعمل في عرض نكره بالشخص يقول لهم اسكتوا اذا كان انا ما عرفتش نشدهم خليه يشوش شنو هي المشكله حقه عليا نحن المغامرات الصعبه اللي قلتها انت يعمل خمسه سكتشات راهو بكري ثم برشا في العالم دي مونودرام دي وان مان شو هما نهايه تجربه في مسيره مسرحيه ولا هذا معناه اللي يجي لمشاهده لو جران نور الدين القصباوي في عرض حمادي الجزيري عمل اغنيه التم حمادي الجزيري الممثل الرائع جدا تشيكوف نص لتشيكوف عمل اغنيه التم العباد تمشي باش تشوف لا بيرفورمانس نتاع حمادي الجزيري في اغنيه التم فهي خاطر راهو ما نعرفش انا عشتها حتى على الركح راهو بشد جمهور ساعات تستحق لانه الممثل صاحبك يفك عليك كيما في الالعاب الجماعيه يكون يعطيك يكون كيما في الهوند يلزم حد يجري ويخلط معاك للوين تمر اما وحدك وانت تعمل في الساعه ونص وساعتين غير بو والعبيد ولات تقلق بعد زوز دقائق وثلاثه دقائق تحب تبدل الفيديو وما عادش يرضيها حد شيء شنو هي العبقريه اللي عندك وشنو هو الاستعداد اللي عملته باش تنجم تشد عبيد بهرج احيانا بهرج يحاملوني مسؤوليه للممثل يعني تعقيبنا وتتمه اللي كان يحكي فيه اكرام انه وهذه وجهه نظر أي. ما تنجم تعمل وان مان شو الا ما تكون وراك تجارب كثيفه ومكثفه من العطاء المسرحي اكيد كيفيه انه تولي تعرف تقف على الركح تعرف تشد الببليك قدامك تعرف تطرح النص للاستسهال وتعرف ايضا على مستوى حركي الميم اللي تسمى نوع نتاع مسرح انك وقت الصوت يختفي الميم تنجم تشد اكل الببليك قدامك اما انك ما زلت انت عودك اخضر وما زلت تافه وعجبتك اربع خمسه باساجات وحطيتك 10,000 ذي تطلع سيرسال باش تعمل وان مان شو اعتقد انه هنا نهايه قبل البدايه. واضح إيه هنا سي عبد الجليل لكن هنا قعدت نسمع في سي اكرام نتشرفوا به وهذا مكسب لبلادنا قبل كل شيء انا على حسب هكا وكلامك انت نتفاعل معه ايجابيا انه لهنا راس مال الممثل المسرحي والممثل بصفة عامة وخاصة المسرحي موضوع اليوم هو الموهبة أساسا لازم يكون موهوب باش نجمو نقدمو القدام معناتها هنا أنت جبت كيفاش يتموقع على المسرح كيفاش يتحرك كيفاش من غاديك قال سي إكرام ماتش هوند معناتها هنا ثم تفاعل الانتراكسيون ما بين ممثل وممثل جينيريزيتي معناتها معناتها اون دو سوا ديزون لهنا معناتها هذا سي ان تو دونك لهنا الباز نتاع الممثل وان منشور خاصة موضوع اليوم هو الموهبة أساسا موهبة معناتها لازم ان مينيموم سي ان دون ومن بعد نخدموا عليه بروفيسيونيلمون عن طريق المسرح والكليات ومعناتها التكوين الأكاديمي معناتها يلفو دافوار ان مينيموم التجربة معناتها التجربة أكيد بمرور الزمن هكا يتطور مي أنا ما نجمش عندنا ان نيفو لازم نبداو به وهيك علاش توا هيستوريكمون كي نلقاو لهنا نلقاو موهوبين معناتها ممثلين كما على ذكر كما سي لامير مكسب كبير موهبه لكن مش قاري باركونت بالتجربه وبالاحتكاك تبارك الله مرور زمن قام امير ما شاء الله كما الوكيل العبد اللي تجربه ماهوش قاري لهنا مي عطاء وخذا ولليوم حتى عامل فورماسيون في معهد الكيف مع المعهد معناتها نحكيو مش قاري لا 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 يحكي لك تكوين جامعي تكوين جامعي هم اكاديمي جامعي اللي ذكرها مش ما عندهمش حتى بكالوريا عبد الجليل اما من فاوش ثم الشخصيه راهي هامه جدا اللي هي نصر الدين بن اختار اكيد راهو ذا بيج بوكس ستاند اب نصر نمبر 1 نصر الدين كان يرفض انه شخص يعمل له الاخراج هذيك نقطه ضعف نصر الدين معناها راهو ونصر الدين ممثل راهو من ناقوس خدم أوكي. دور البكوش كان في فرقة في مسرحية الناقوس في فرقة المغرب العربي من أبدع الأدوار اللي ريتها في حياتي فراهو أحيانا زاد دور المخرج كي يبدأ وراك مخرج مقتدر يعرف يديريجيك أنا أخرجت زوز أعمال أخرجت إجا وحدك ليريم الزريبي
وكانت عمل رائع جدا ونجح واخرجت الكوثر الباردي نص للطاهر الفاسع بعنوان جن المحبة. وقت عملنا به جولة في المهرجانات الصيفية بنجاح كبير. راهو ساعات ثم بصمة خاصة. علاش أنا جبت منصف الذويب وكيفاش جعل من لمين نجاحات معينة اللي ما هوش لمين اللي شفناه كيبعد على منصف الذويب. معناها زاد حتى راهو دور المخرج حتى الممثل يلقى راحته يلقى آليات بتاع كيفاش يجنقل. راهو هام جدا. هو عمل جماعي، عمل جماعي. الكتابة والأداء كممثل والمخرج أكيد جدا. مريم عبيدية نحب نسأل أنا اليوم عندك كيفاش واحد تسمحوا له ولا المسرح البلدي شطلة يعمل شنو يطلبوا عليه معناتها هاو نشوفوا فيهم معناتها كما قال سي عبد الجليل معناتها ما عندوش الأبديجيين نتاع التمثيل تلقاه في المسرح البلدي يعمل في أي هو هوني معناتها يقبل عروض ما تقيمش مواهب فضاح اتظان بشروط معينة أقرب للذوق العام والأخلاقيات راهو ماهيش ما ثم حد شيء يمنع الشخص أنه يعرض موهبته ولا يعرض ما يريد تقديمه على العباد لكن نمنعوا استعمال حكوك الطماطم وكهو معناها رد الفعل الجمهور مزود ما ردت فعل الجمهور زاي رايس قال المزود زاي قال ردة فعل الجمهور هي أنه ما يقصلوش تسكرة وما يمشيلوش ردة فعل الجمهور فمن حقي أنا كمتفرج تنجم تقول لي يا كرام عزوز يعجبني ونقول لك أنا ما نمشيلوش وما نقصلوش أنا ما يعجبنيش فالأذواق هذيك اللي موجودة راهي حريات نوع من الحريات لكن كما كان يحكي قبيل عبد الجليل على تعليم الفنون في المعاهد وفي المدارس التكوين توا ثم ظاهرة جميلة جدا زاد الأولياء اللي ولوا يهزوا أولادهم وبناتهم للنوادي المختصة في تعليم في الفورماسيون تياترال وغيره راهو نوع من الكيليبر المجتمعي أنا بالنسبة لي بعاد برشا في تونس على راحة بال المواطن راحة بال المواطن أني يزمني كل نهار حد كي نخرج ولدي نلقى سيرك يلعب نلقى عرض مسرحي مضمون نلقى راهو في حياتنا الاجتماعية ساعات تقول يا نحس بالقلق والضغط علاش لاني ما عنديش وين نمشي في مصر مثلا الممثلين يشتغلوا حتى المثلثة متاع العشية تصوير سينمائي ولا تلفزي ويروحوا في الليل يفطر يقيل مع عائلته يلعب الكوتشينة قالوا هما في الليل عنده عرض مسرحي كل ليلة فك الفضاء المعين فأي مواطن يقر باش يمشي لها الرواية يعرف روحه ماشي الغادي احنا مشينا الروما لعرض مسرحي مهرجان لقينا انه العرض اللي باش نحضروا فيه ما فيهوش تساكر لمدة عامين لانه العباد قاسة قبل بمدة من قبل ما تحضر المسرحية سولد اوت عامين راهو الحياة الاجتماعية تحتاج الى الثقافي والفني والدرامي في التلفزيات عاملين تلفز بلاش انتاجات دراميه ما عندهاش معنى راحت بين المواطن باش تخلق مواطن ينجم يعطيك روندمون في الخدمه يروح يقيل وياخذ كسكسي ولا ياخذ طرشنيه يقوم يتفرج في مسلسل يخرج العشيه يحوس يلقى المدينه تسهر للساعتين والثلاثه متاع الصباح والأحوان محلولة حياة أخرى راهو العيش المرتاح الهني داخل فيها الحلقة الثقافية الفنية وداخل فيها الحلقة التجارية وداخل فيها دوران أموال نحن راهو الستة متاع العشية ولا الخمسة تلقى الأسواق تسكر في البيبان معناه نعيشوا بشطرية معناه في جميع المجالات فهم برشا أن نراجع حياتنا ونقول منين يجي القلق علاش ثم انحرافات علاش العباد وليت تقول لك كل على أعصابها على أعصابي وعلى كل تزامل في كلام مع بعض كله مرتبط ببعض في وجود ليزوموريست حتى بالشكل نتاع ليزوموريست ووجود الممثلين المبدعين ووجود التنوعات هذيك راهي ظاهرة صحية فاللي يمشي المسرحية فضل الجعايبي ولا طاهر عيسى بالعربي
بعد غدوة يحب يمشي يشوف وين ما نشوف ما طيحش من قدره. راهي أذواق، نهار اللي تاكل كسكسي ومن غدوة تعمل كسكروت صح وبشفاه. سيسي رانا ياسر هزنا الحكم الأخلاقي المؤدل ما بعد ما بعد الخمسينات والستينات. دولة بورقيبة حبت تصنع أم موديل وقفنا فيه الكل، التوى ما زلنا نحاسبوا في بعضنا بك الشكل هذاك. هذاك علاش الوتري رعش وقت اللي طلعت الراب؟ علاش رعشت خوي؟ خدم على روحه. عندك تعبيرات يا اخي، انت منتظر انه كي صارت الثوره العباد حبت تكتشفنا وعلى اخر انت تغيب وغابوا ملحنين وغابوا كتاب. مينا مثلا تتفرج في الوان مان شو؟ تحضر في المسارح باش تتفرج؟ مش برشا، مانيش مغرومة الحق نتاع ربي. بالمسرح بصفة عامة ولا الوان ما نشوف؟ مسرح بصفة عامة مانيش مغرومة. مش بالوان ما نشوف. ماري سينما، جو سينما الحق. سينما واضح باهي. ملاهي ليلية يعني. انت عادة عندك كرتاج. خلينا كم كرتاج تبع العروض بجميع انواعها. شهر لما نقصد على مدار السنة. يقعد بالطبيعة نشجعوا ديما العباد باش تمشي للمسارح سواء وان مان شو ولا مونودراما ولا الفودفيل اللي هو هي نوعية من ولا المسرح على المسرح الجامعي أي نوعية يعني. ميسا هي فرصة، المهم يمشيوا المسرح خير من اللي كيما ميسا هي فرصة راهو يمشيوا المكان. سامحني أنا نمشي الملاهي، أنا نشجع مشيت في صغري كنت مثل كرامي يعرف شيء هذا. أي جليل بيان سور. فهمتني مثلت مسرح عملتهم الكل وموسيقى وسيتيرا تو قيدت ملاهي ليلي. ميسا هي فرصة تو كي واحد يهز ولده ولا بنته يمشي المسرح ولا السينما التليفون باش يتسكر اوتوماتيكمون، باش تقعدوا بعضكم تشوفوا نفس الحاجة اللي ولات صعيبة في الدار باش تصير. معناتها باش تنحي التليفون وتقعد انت وياه تتبعوا فيلم وغا. هذا هو خذينا الحاجه الباهيه فوالا. العالم الافتراضي خذينا. هو شو الاشكال؟ المسرح التونسي تيلمون يعيش الضغط ويعيش الحسره. المسرح الوقت والستريس اللي يعيش فيه التونسي غير قادر باش يقعد على كرسي ويقعد لمده ساعه ولا ساعه ونص باش يسمع ومعناتها سو لا بريسيون ضغط. دونك ماذا بيه يسمع كلمتين ثلاثة في الخفيف. المسرح التونسي هو المسرح الرائد عربيا. تاريخ المسرح التونسي تاريخ مشرف جدا. لا أكيد أكيد مش على تونس قبل 7 نوفمبر، ما حبيتش أنا نحكي هيستوريكمون باش ما تسيسش الحكاية، كانت أكثر دولة فيها نوادي المسرح كما فيها نوادي السينما. أكيد بعد 7 نوفمبر تمت أدلجتها وشفنا النتيجة اللي وصلنا لها توا. لازم يرجع النوادي هذه في المعاد وترجع في دور الشباب وترجع في دور الثقافه. ما هو تلقى مجتمع متوازن. صحيح صحيح زير هو كلامك صحيح، لكن هو قبل كان المسرح علاش ماخذ حيز من الوقت؟ التونسي يمشي ولا للسينما، قاعد السينما يمشي سو دي بلاس ويقعد ويتفرج. اليوم بال تكنولوجي لا نوفيل تكنولوجي المعلومه ولا توصل له هو لداره ولا هو وين موجود. دي كارسات خاش ان يزيد با باش يقدم ولا يمشي ويقعد يتفرج ولا يسمع. برميلي كونتراديكسيون. دونك اليوم هذا هو موضوعنا في لو ديبا الوان مانشو اللي زاد ما كناش قاعدين نحكيو ياسر في مواضيع كيما هكا في الاعلام. بار كونتر قاعدين نروجوا للاعمال هذيا بالباهي بتاعها وبالخايف. شوفي الغف والسمين الواحد الغف والسمين كيما انت تقول. فوالا نشكرك برشا على وجودك معنا كرام عزوز. قولي عندك شي جديد في المسرح في قاعدة؟ هي عندنا جولة نحن صيفية مع مدام منى. جولة صيفية ايوا بمسرحية الوحلة انا والسيدة منى نور الدين وعادل الشريف وألفة الحكيمي وخالد الزيدي وسارة الحلاوي، وكنا في جربة مؤخرا وفي قصور السيف وعملنا عروض معناها بوجود جمهور كبير ونجاح جماهيري لانه من نوع الفودفيل العباد تتفرهد وتشوف حكايه وديكور وصوره وكل شيء. وعندي مع مدام عزيزه بولابيار ايضا في المهرجانات الصيفيه جوله بمسرحيه مافيا اللي فيها مها شتورو فيها مدام عايده فارح فيها محمد سعيد العبد لله انور نصر مجدي محجوبي
وعندي جوله بالمنوع الدميه تلعب معايا هذه اللي قاعده تعمل للاطفال. ثم شركه في باجا باش تعمل احتفاليه باطفال العمال لانهم عندهم 4000 نعمل 750 اللي جابوا نتائج كبيره برشا ان شاء الله نهار 31 اوت باش نعملوا لهم احتفاليه كامله بمنوع الدميه العمعيات الى جانب مصيف الكتابه اللي باش يكون في المرسى وفي المهديه وفي عده مدن وحتى في مكتبات عموميه في باجا. انا سعيد انه معناه وين نلقى فرصه انه اللي كنت نقول فيه اللي يظهر نظري نحب نطبقه في الواقع باش ليا انا تبدا عندي قناعتي. يعني نشتغل ايضا على وان مان شو النص لفيصل حمدي على ما بعد الرتريت على المسنين على الفئه هذه على العلاقه مع الوالدين كي يكبروا على ما يصير معناه في علاقه مع ضعاف الحال بسبب السن. راهو حاجه كبيره برشا راهو لتوا ما خدمناش عمل فني يحط اون ريليف اش معناها متقاعد يموت بعد 3 أشهر ناهيك وانه معناها تهرب كبير على مليون فوق 60 سنه. دونك كلام عزوز كل ما تجيب حذايا ما شاء الله ديما عندك برشا جديد والجولات والمسرحيات. شكرا لك كلام عزوز. شكرا لك عبد الجليل السمراني. خليل الكريم كخيتك عايشك ميسا. نكون سعيد واسعد كيف يبدا ضيف في قيمه كرام عزوز. يعني قيمه فنيه ثابته وقيمه اخلاقيه وتواصليه اكثر ثبات. كرام صديقي منذ بداياتي رميت عليه روحي شويه مسلسل سلسله عمي فرج حاجه باهي كي تلقى ناس تو تتعلم منه. انا اليوم وقاعد نسمع مركز معاه تشوف التركيبه والجمله والستيرا. دونك هذا الفنان ما احوجنا وما اعوزنا الى الفنان المثقف. ان شاء الله يكون خفاف ذل وينطلق كارتاج وينطلق الارهاق عما قريبا. مريم عندها اغنيه جديده اشتعد حصريا كما قلنا معانا. دونك نسموها توا معك مريم ونشكركم عبد الجليل واكرام عزوز. اقعدوا معنا نسمو جديد شابه مريم يلا.